إنتاج زيت الزيتون أصبح علامة مسجلة لولاية الجلفة، فأجود الأنواع تخرج من أراضي هذه الولاية، ما جعل غرفة التجارة والصناعة تنظم هذا المعرض المحلي. الولائية للتجارة والصناعة لولاد نايل تحت الرعاية السامية للسيد وزير التجارة وترقية الصادرات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تشرفت إذن بتنظيم هذه الأبواب المفتوحة حول تصدير زيت الزيتون ومشتقاته، والشعار كان أصالة زيت الزيتون الجزائري أصالة ذوق رفيع. شارك في هذا المعرض المحلي مجموعة من منتجي زيت الزيتون من معاصر مختلفة، من بينها من تحصل على جوائز عالمية. نطلب من المنتجين أخوة المنتجين تحسين النوعية لاقتحام يعني للولوج للسوق العالمية، يجب تحسين النوعية هي أولى، ورفع الكميات ثاني مع المزارع الجدد على ما أظن نستطيع اقتحام يعني سوق العالمية بكل أريحية، ولكن الأولوية هي رفع النوعية. شاركنا اليوم في المعرض هذا اللي تنظمته الغرفة التجارية باش نوروا المنتج تاعنا اللي هو بكر ممتاز، زيت زيتون بكر ممتاز، ونقوم احنا بإنتاج الزيت هذا ابتداء من الحقل حتى كل مراحله. فالولائية لولاد نايل بإمضاء اتفاقية مع نظيرتها غرفة الصناعات التقليدية لولاية الجلفة، وذلك بهدف التعاون والتنسيق في عدة مجالات. أصبحت ولاية الجلفة رائدة في إنتاج أنواع زيت الزيتون لما توفره من مؤهلات، وتحتاج دعما أكثر لجعلها ولاية مصدرة لهذه الأنواع.